هي المطيرة في جنوب شرق آسيا، وخاصة في أدغال إندونيسيا وبابو غينيا الجديدة وأجزاء من شرق أستراليا. تشتهر هذه الطيور باعتبارها أجمل طيور في العالم، وذلك لتميزها بمجموعة جميلة من الريش. يستخدم ذكور طيور الجنة ريشهم المميز بألوانه الزاهية لجذب انتباه إناث طيور الجنة. Thank you.
解啦，佢哋講。More experience here directly from Iguaçu Falls. Hashtag in Brazil 2015. See you. Thank you. Okay.
I have a phone. Thank you.